يلا حبايبنا نيكست اللي بعده. يلا مشي خي مشي. الفرس رقم 95 The Mirandarina number 95.
علامات الفرس رقم 95 سويت مارك كي اي بترفع كيو ار مارك والام السيرينيلا المربي كي اي اريبيانز بلجيكا الملكة عصام ابو عبيد الليد. The next course goes to mirror number 95 سويت مارك كي اي she's by كيو ار مارك out of السيرينيلا the breeder كي اي اريبيانز بلجيكا and the owner عصام ابو عبيد الليد سويت مارك ما شاء الله يا سويت مارك سويت مارك كي اي سجلوا سويت مارك طيب 19 ونص 19.5 all the cross هنديك الرأس والرقبة 19 ونص 19.5 all the cross بدي عن top line الجسم والجزء العلوي 18 ونص 18.5 all the cross legs الأرجل 15 ونص 15.5 والموفمنت الحركة 19 19 all the cross العلامة النهائية للفرس رقم 95 سويت مارك كي اي 91.83 91.83 the total score for mare number 95 سويت مارك كي اي علامات المهرة الفرس رقم 96 نيكي فينيس تلفع الأريا الأم أريا أرتستري المربي جولان المالك والضاح الجعبري الخليل The next course goes to mare number 96 نيكي فينيس by أريا out of أريا أرتستري The breeder جولان and the owner والضاح الجعبري الخليل Type 19.5 19 هدي الرأس والرقبة 90.83 the total score for mare number 96 Nikki Venice 90.83
Thank you. Next. علامات 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 الفرس رقم 97 شيشي بنت الفحل الميراج والأم فوريفر المربي ميشيل المالك محمد جميل أبو سلامة الرملة دركس كورس جوز تومير نمبر 97 شيشي باي ميراج أوتو فوريفر ذا بريدر ميشيل أند ذا أونر محمد جميل أبو سلامة الرملة تايب 19 18 ونص 19 18 ونص 19 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
الجواز رقم 97 89.83. The total score for my number 97 89.83. This is last to go. علامات المهر رقم الفرس رقم 124 كاتشينا كي اي بتنفعها الايكوبورن كي اي والام كينشاسا جي اي المربي كنوك اريبيانز بلجيوم المالك عايد حبشي اكسال. The next course goes to mare number 124 كاتشينا كي اي by ايكوبورن كي اي out of كينشاسا جي اي. The breeder كنوك اريبيانز بلجيوم and the owner عايد حبشي اكسال تايب 19 18.5 19 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
91 علامة 91 points the total score for mare number 124 Kachina KA. حبيبنا الساحة اللي قبل العرض رجاء اخلاء الساحة من الكرونات رجاء اخلوا الساحة من الكرونات ضروري الساحة المحاذية للعرض. أدعو لتتويج هذا الشوط الأخ مروان حمدوني الأخ عادل جويلس والأخ عماد دعنا تفضلوا لتتويج الشوط الأخ مروان حمدوني الأخ عادل جويلس والأخ عماد دعنا تفضلوا لتتويج الشوط مشكورين.
إذن بالمرتبة الرابعة حلت الفرس رقم 97 شيشي تفاح الميراج والأم فوريفر المربي ميشيل المالك محمد جميل أبو سلام الرملة. Fourth place, mare number 97, Shishi by Mirage Out of Forever. The breeder, Michelle, and the owner, Muhammad Jamil Abu Salami Ar-Ramli. Alf Alf Mabruk. بالمرتبة الثالثة, third place, تصعد إلى النهائي. الفرس رقم 96, نيكي فينيس. الفحل أريا والأم أريا أرتستري, المربي جولان المالك. وضاح الجعبري الخليل. The third place up to the championship. Mare number 96, Nikki Venice out of Aria by Aria Artistry. The breeder Julian and the owner, وضاح الجعبري الخليل. مبروك, ألف مبروك يا وضاح. بالمرتبة الثانية حلت الفرس رقم 124, كاتشينا كي اي. تلفح الإيكوبون كي اي والأم كينشاسا جي اي. المربي كنوك أريبيانز كي اي المالك صالح ذباح. ألف مبروك. The second place, mare number 124, كاتشينا كي اي by إيكوبون كي اي out of كينشاسا جي اي. The breeder كنوك أريبيان بلجيم and the owner صالح ذباح. مبروك, ألف مبروك. بالمرتبة الأولى فيرست بليس حلت الفرس رقم 95 سويت مارك كي اي تبع كيو ار مارك والأم ال سيرينيلا. المربي كي اريبيانز كنوك اريبيانز بلجيوم المالك عصام ابو عبيد اللد. الف الف مبروك. فيرست بليس مير نمبر 95 سويت مارك كي اي. الف مبروك عصام ابو عبيد اللد. يلا حبيبنا نخلي مشكورين, مبروك حبيبنا نخلي الساحة رجان. يلا حبيبنا استعجلوا نخلي رجان. شكر للهلال الأحمر الفلسطيني فرع الخليل يعطيكم العافية مشكورين. يلا حبيبنا المنظمين ساعدونا.